مساجين مصريون في السجون الليبية منذ أكثر من 10 سنوات، آباؤهم معنا. عم عيسى محمد عيسى، والد محمد عيسى. عم عيسى أهلا بيك. أهلا بيك. عم سعيد بسيوني، والد حمدي سعيد. عم سعيد أهلا بيك. أهلا بيك يا باشا. عم عبد الله محمد قطب، والد محمد عبد الله. عم عبد الله اهلا بيك. اهلا بيك. ومعايا استاذ هاني عبد الشافي المحامي. استاذ هاني اهلا بيك. استاذ هاني، عشان توضح لي القضيه في شكلها العام، يعني مساجين مصريون في السجون الليبيه، طيب بعد الثوره في ليبيا، يعني الوضع في ظل النظام السابق في ليبيا، يعني ربما كانوا موجودين في السجون، لكن بعد قيام الثورة لم تضغط السلطات المصرية من أجل الإفراج عنهم؟ لا ستك، بالعكس، السلطات المصرية المجلس العسكري رفض استلم الولاد دولت بعد السجون ما انفتحت، وكانوا موجودين على الحدود المصرية في ميناء مصراتة وعلى الحدود التونسية، والسفارة المصرية في ليبيا. ما هو رفض السلام لأنه كانش فيه هوية، ما كانش معهم إثباتات. ما هو الحدود المصرية كانت مستباحة، وبالتأكيد هو مش عارف إنه ده مصر. المجلس العسكري رفض استلامهم عشان خاطر هو ما عرفش إن هم مصريين، ما هوش إثباتات شخصية، فخافوا إن هم يكونوا إرهابيين. يعني بعد الثورة تم فتح السجون. تم فتح السجون سيادتك، ودولتها في مجموعة هربت على الحدود التونسية، هناك، وفي مجموعة جت في ميناء مصراتة. فالمجلس العسكري لما ملقاش معهم إثباتات شخصية فرفض استلامهم، لأنه هو مش عارفهم دول أساسا، هم مصريين فعلا ولا من أي دولة، فهو خاف أنه يستلمهم يكون إرهابيين يدخلهم البلد يخربوا ويدمروا في البلد. فبعد الأمور ما هدت في ليبيا قام فرجعوا تاني من الحدود، دخلوا ليبيا، ونقبض عليهم تاني، ودخلوا السجون تاني، وتقسموا على 4 سجون، على سجن تجرات سياسي، وسجن أبو سليم، وسجن الحصان الليلي، وسجن الحصان الأسود. ودول ستك السجون دي سجون سياسية أساسا كان ناشئها القذافي النظام السابق في ليبيا، وكان بيدخل الناس الشباب المصري ده كلهم، وكان حاططهم تحت قائمة الإرهاب الدولي. طيب عم عبد الله ده